تقف قطر وراء تحركات كثيرة للإخوان المسلمين في فرنسا لأنها تعتبر الجماعة بوابة الدخول لبسط سيطرتها على الجالية المسلمة هناك. القطرية المنضوية تحت راية الواف التي قامت بتمويل بناء مسجد السلام بباريس. ويحتل هذا التجمع الإخواني المدعوم من الدوحة مكانا معتبرا في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، تلك الهيئة الرسمية التي أسسها نيكولا ساركوزي سنة 2003 حينما كان على رأس وزارة الداخلية، والتي وصل إلى قيادتها في نهاية شهر يونيو الماضي أحمد أوغارس ممثل الإسلام الإخواني التركي في فرنسا المشرف على أكثر من 250 مسجدا، وهو إخواني فرانكو تركي من أنصار رجب طيب أردوغان وحزبه. وتسيطر جماعة الإخوان المسلمين على 720 مسجداً من إجمالي 2200 مسجد في فرنسا، علاوة على سيطرتها على اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا الذي يتجاوز عدد أعضائها 1000 منظمة. ويمثل الدعم المالي القطري للمنظمات التي يسيطر عليها الإخوان مصدر قلق مزمن للسلطات في فرنسا والغرب بعد أن حاد خطاب هذه التنظيمات عن الاعتدال والوسطية إلى خطاب مؤدلج ساهم في تعميق الهوة بين الشباب المسلم والدول التي يعيشون فيها، ما يهدد آليات التعايش المشترك. خطأ السلطات الفرنسية كان فادحا عندما اعتبرت الحركة الإخوانية حركة دينية لا شغل لها سوى حياة المسلمين الروحية، فلم يكن الرئيس الفرنسي ساركوزي أنذاك في مطلع الألفية على دراية بالحركة الإسلامية ولا بالأيديولوجية الإخوانية. وبما أنه لم يكن يعي ما كان يخطط له حكام الدوحة وعلاقتهم بالإخوان، اعتبر سنة 2003 أنه من الأفضل إدماجهم في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بهدف السيطرة عليهم بدل تركهم خارج المجلس دون تأطير رسمي. كشفت الدراسات حول المجتمع الموازي في فرنسا إلى أن تنظيم الإخوان المسلمين تمكن من الانتشار والتوسع عبر الكيانات الموازية التي تسعى لتكون بديلاً للدولة والمجتمع بهدف الاستحواذ على القوة والضغط على صانع القرار لتلبية طلبات الجماعة. و
ويبرز الجهاديون المتطرفون بين الجماعات الإسلامية في فرنسا، وهم الجهة الرئيسة التي وقفت خلف سلسلة الهجمات التي أودت بحياة أكثر من 250 شخصا في فرنسا منذ العام 2015. وتبدي التقارير قلقا إزاء الحركات الإسلامية المتشددة في فرنسا المنضوية في جماعة الإخوان المسلمين البالغ عدد أعضائها هناك 50,000. استطاعت جماعة الإخوان من خلال سيطرتها على المساجد والمنابر في فرنسا بث الأيديولوجيات المتطرفة في أوساط الشباب المسلم. وأمام خطورة المشروع الإخواني على الديمقراطية والقيم الغربية التي تمثل مشتركا للتعايش داخل هذه المجتمعات، بدأت الحكومة الفرنسية في مراجعة شؤون إدارة المساجد على أراضيها في خطوة أولى اعتبرها مراقبون صحوة فرنسية، وشكك آخرون في فوائدها في ظل لجوء الإخوان إلى الأنترنت ووسائل التواصل الحديثة لتأمين مواصلة بث أيديولوجياتهم، ما يعقد آليات تعقبهم.